السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن جهاز مهم جدا، جات لنا أسئلة كتيرة جدا عن استخداماته وعن فوائده، وهل فعلا هو الحل السحري لعلاج البواسير أم في طريقة تانية؟ ده اللي إن شاء الله اللي احنا هنعرفه النهاردة. هنتكلم النهاردة عن جهاز اسمه جهاز الليكاشور. بس قبل ما نبتدي نتكلم، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يبتدي يشترك ويفعل جرس التنبيهات ويشير فيديوهاتنا، لأن بجد معلومة سيارة جدا جدا ممكن بتساهم في علاج ناس كتيرة، ودائما زي ما بقول الدال على خير كفعله. دكتور عصام حبيرة، استشاري الجراحة وجراحات الشرج بالليزر والمناظير. الليجاشور، ما هو الليجاشور؟ في البداية كلمة الليجاشور هي مقطع من كلمتين، ليجا وشور. ليجا يعني رباط، ان احنا بنربط حاجه اسمها ليجيشن باللغه الانجليزيه او الرباط، وكلمه شو يعني سوتشر او الغرز باللغه الانجليزيه. فليجا شور يعني الغرز والرباط، دي كلمه ليجا شور. يعني ايه ليجا شور؟ الليجا شور هو حديث لجهاز بنستخدمه في الجراحه التقليديه بقاله فتره، وهو دايثيرمي ثنائي قطبيه، او ما يعرف باسم البايبورال دايثيرمي. استخدامه ما كانش من فترة قصيرة، لا ده بداية تقريبا التسعينات بدأ استخدام جهاز الليجاشور. وكان ليه فكروا في استخدام الليجاشور؟ الليجاشور كان في الفترة التسعينات يعتبر حل عبقري جدا وحل سحري، وكان عامل ثورة في الجراحة، لأنه ببساطة بيساعد الجراح على انه يوقف النزيف بصورة فعالة وبصورة سريعة جدا. فهو استخدامه و اختراعه كان عشان اساسا يوقف النزيف في عمليات الجراحه التقليديه الكبيره. ده اللي هنتكلم عليه بعد كده. طب فكرته او مبداه ازاي؟ فكره الليجاشور هو بيستخدم حاجه اسمها انغلاق حراري. يعني ايه انغلاق حراري؟ انا مش عايز ادخل طبعا في تفاصيل وبطريقه معقده، لكن هو فكرته بسيطه جدا، ان انا تيار كهربائي بحوله الى تيار حراري، تيار حراري بطريقه معينه او بطريقه دائرية او مغلقة، بيرفع او بيسخن من الانسجة، يسبب غلق الشرايين. ده فكرته بمنتهى البساطة. هي مميزاته، مميزات الليجاشور رقم واحد ان هو بيقلل لي النزيف اثناء العملية، وبالتالي ما محتاجش نقل دم في حالات كتيرة. تاني حاجة سرعة انهاء العملية. طبعا الجراح كان زمان بيبتدي ان هو يسلك الشريان او الوريد ويبتدي يربطه وبعد كده يقصه، ده بياخد وقت كتير، لكن الليجاشور ده بيبقى اسرع، فبالتالي ان انا قللت وقت العملية. تالت حاجة المضاعفات اقل كتير جدا في الليجاشور عن بدون استخدام الليجاشور، او العمليات بدون استخدام الليجاشور. ده ليه؟ لان انا ما بستخدمش حاجات زي الغرز بانواعها برولين او كات جات، ده اسمه جسم غريب. الجسم الخارجي ممكن الجسم يتفاعل ان هو بيطرده، فبالتالي ما بيحصلش فيه مشاكل الغرز، وما فيش جسم غريب بيتساب فيه، وبالتالي ما فيش المضاعفات اقل كتير. رابع حاجه ودي مهم برضو، انها بتمكن الجراح ان هو بيشتغل في مناطق صعبه للغايه، زي عمليه البنكرياس بتبقى منطقه داخليه بتبقى منطقه صعب الوصول ليها، ليجاشور سهل طبعا الشغل في المناطق ديت. لكن هل ليه عيوب؟ الليجاشور من عيوبه انه تكلفته عاليه جدا، الجهاز محتاج صيانه وتكلفه عاليه، مش كل المستشفيات تقدر توفر التكلفه بتاعت الليجاشور. الحاجه الثانيه انه محتاج تدريب عالي من الجراحين، مش كل الجراحين ممكن يشتغلوا بالليجاشور، ومحتاج تدريب باستمرار. الحاجه الثالثه ان هو ده تكنولوجي، بيعتمد على التكنولوجي، ومن اضرار التكنولوجي انه ممكن اثناء العمليه ممكن يعطل في لحظة، فبيسبب اضطراب وبيحصل فيه طبعا مشاكل اثناء العملية، وطبعا مش هينفع ان احنا نبتدي نعمل صيانة للجهاز اثناء العملية، فده من مشاكله. طب ايه استخدامات الليجاشور؟ الليجاشور استخداماته في حاجات كتيرة جدا، لكن احنا هنلخصه. رقم واحد في الجراحة العامة، تقريبا كل العمليات الجراحية ممكن استخدام فيها الليجاشور. على سبيل المثال استئصال المرارة، زائد طبعا الغدة الدرقية، الفتاء وخلافه من كل العمليات الجراحية. تاني حاجة مهمة جدا عمليات الأورام، وهو بيساعد ان هو عدم انتشار الأورام السرطانية في مناطق تانية بالجسم. تالت حاجة مهمة جدا عمليات زراعة الكبد وزراعة الكلى، لأن الكبد بطبيعته أنسجة رخوة،
فيها كمية دم كتير ونسبة النزيف عالية، فالليجا شور بيساعد عملية الزراعة وعملية من النزيف. من ضمن العمليات المهمة طبعا زي استئصال أو الرحم واستئصال الأورام النسائية وخلافه، فاستخدامه كتير جدا في الجراحات. النقطة الأخرانية اللي احنا عايزين نركز عليها، هل فعلا الليجا شور هو فعلا مهم جدا في علاج البواسير والشرخ والنسور؟ احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوضح الصورة بحيث ان الناس يكون عندها معلومة طبية سليمة وصحيحة. الليجا شور قولا واحدا لا يصلح الا في حالات البواسير الدرجة الثالثة ولا الدرجة الرابعة، لا يصلح علاج البواسير الداخلية الدرجة الاولى والثانية، لا يصلح للنسور، لا يصلح للشرخ، سواء كان النسور طبعا العصاصي او النسور الشرجي. طب ايه البروباجندا اللي بتتعمل ده هو ان هو بيعمل كذا وكذا وكذا؟ لا، الليجا شور هو بيصلح زي ما قلنا البواسير الدرجه الداخليه الدرجه الثالثه والرابعه والبواسير الخارجيه. ليه؟ لان الميزه ان هو بيقلل النزيف وبالتالي وسرعه انهاء العمليه، ودي ميزه للجراح مش للمريض. لكن هل المريض فعلا بيستفيد اثناء الاجراح؟ طبعا المريض ما بيستفيدش. ليه؟ لان مبدا الليجا شور هو نفس مبدا الجراحه التقليديه، هو استئصال الوسائد الشرجيه. احنا اتكلمنا كتير عن الفكرة وسائد الشرجيه ويعني ايه وسائد شرجيه وايه المشاكل الناتجه عن استئصال الوسائد الشرجيه، ممكن حضراتكم تراجعوا الفيديوهات السابقه. فبالتالي من بيحصل في استئصال الوسائد الشرجيه في مشكله مهمه وخطيره جدا، وهي مشكله ضيق الشرج نتيجه ان الانسجه بيحصل لها التئام بانسجه ليفيه بدل الوسائد الشرجيه. فالمبدا اللي كشور هو استئصال زيه زي الجراحه التقليديه، زي الدباسات، زي حاجه الهارمونيك سكالب اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده ان شاء الله. يبقى اذا ملخص القول ان الليجا شور مهم جدا، اي نعم في الجراحه التقليديه وفعال وبيفيد ناس، لكن ما يفيدنيش انا في الجراحات الشرج عموما، بالعكس ان الليزر افضل كتير منه، لان الليزر بنستخدمه في كل انواع الجراحات البواسير الداخليه والخارجيه والنصور الشرجي والعصاصي والشرخ وخلافه. يبقى اذا ان مش الليجا شور هو الحل الفعال او الحل السحري زي ما بعض بيروج ليه، لا، هو وسيله من الوسائل الجراحات التقليديه اللي بنستخدمها في حاجات تانيه. اتمنى ان احنا نكون افدناكم، وطبعا احنا بنرحب بجميع اسئلتكم، وبنحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا بنجيب الاسئله وبنصيغها في فيديوهات عشان الناس كلها تستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.